السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبيبي؟ عاملين يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة بقى مسكت الطيور بتاعتي طردتها بره. يلا بره بره بره. بصوا بس قبل بقى ما نتكلم، اللي ما اشتركش في قناتنا يشترك، وعايزين لايكات كتير، عايزين تشجعوني بقى. بص طردتهم بره اهو، بصوا كلهم بره. ليه بقى؟ لاني مسكت الأوضة بتاعتهم وجردتها ونظفتها وشلت العنكبوت منها وكل حاجه وخليتها زي الفل، وعملت لهم كمان طبخه ما حصلتش، دي اللي فضلت هنا مش راضيه تخرج. بصوا الاكل، حطيت فول، فول مبلول، وحطيت علف، بس انا صفيت الفول عشان العلف، وحطيت لهم احلى وجبه القرنبيط. القرنبيط ده لو تعرفوا فايدته للطيور بتاعتك هتاكله لهم على طول. هو مش غالي اول حاجه، انت بتجيبي اللي هي المرضانه يعني. وكمان عملت ايه بقى؟ حطيت نشويات وحطيت قشر البرتقال، النشويات اللي هي البطاطس اهي، وحطيت البرتقال، حتى في صوص البرتقال، في برتقال بيبقى تعبان كده هتحطه لهم. بصوا والبطاطس اكله من الاخر. تخيلي ان انت لما تحطي الاكله دي للطيور بتاعتك، تخيلي يبقوا عاملين ايه ويكبروا فتره قد ايه. دي وصفه حلوه قوي، اي اكله عندك حطيه، اي بواقي حطيها، اي حاجه عند الخضري مرضت منه شويه هاتيها وحطيها. والاهم من انك تحطي الاكل، لازم تخلي المكان نظيف كده. ليه؟ احنا في الشتاء، الارض لو بقت مبلوله تحتيهم انسي بقى وما تزعليش، لان رجليهم بمجرد ما تبرد منك هتضطري بعد كده تذبحيها. هتقولي الحاجه صغيره الحاجه كبيره او غصب عننا. وبعدين بصوا بقى، بصوا الزرعات بتاعتي، بصوا ده، بصوا ايه، بصوا ده فول، وحتى كمان مع الفول حلبة. وهنا ديت كده، دي اللهم صل عليك يا نبي، دي البقدونس. بصوا ده البقدونس، ده البقدونس، وده الفول وحتى معاه حلبة. وهنا ده لسه هيطلع تاني هيكبر، دوت اللي هو قلنا عليه اكل الحمام، العصافير، ولا اكل العصافير. فبصوا ده البقدونس هيكبر معايا، اسم الله عليه. الله قول نشتري بقى، ما احنا نعمل ونزرع سطحنا ونزرع بلكونتنا ونظبط حالنا. بصوا الفول عندي عامل ازاي، الله اكبر الله اكبر. انا بقى هشفق على الطيور بتاعتي اللي انا حبسها بره دي، وهدخلهم بقى لان كفايه عليهم كده، انا فسحتهم عشان انضف لهم. دخلت الطيور بقى وقلت اكلهم وظبطهم، هياكلوا الارنبيط وهياكلوا قش البرتقال، والحكايه هتبقى زي الفل. وبعدين اوعي تبخلي على طيورك باي حاجه، الحاجات دي كلها فايده للطيور. عشان اقفل عليهم الباب، الارنبيط يا جماعه من الحاجات المغذيه جدا للطيور بتاعتي، وفيها فيتامين عالي قوي. وغير كده ان هي ما شاء الله من الحاجات المغذيه جدا للطيور، يعني حطيها وانت مطمنه وما تخافيش. طيب اللهم صل عليك يا نبي. البطاطس طبعا زي ما قلنا، انا عملت خلطه رهيبه، لميت لهم بطاطس على قطع، على فلفل، على فول، على علف، اكله. بصوا لو عملت الوصفه دي مالها؟ لو انت رحتي عند الخضري كده اخر النهار ورحتي جايبه منه القرنبيطايه اللي دبلت منه، حبه الفلفل، الحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها يا جماعه مفيده جدا للطيور بتاعتي، زائد انها موفره. يعني انا ما حطيتش كميه علف، انا حطيت كبشتين وحطيت فول. الفول طبعا نقعته زي ما انتوا عارفين، انا ما بحطوش الا منقوع. ليه؟ لان كمان بيزيد معايا. طب ليه؟ ايه الفايده من النقع؟ لان كمان النقع مش ان هو بس بيزود لك كميه، لا بيساعد على الهضم بسرعه، يعني بتلاقي الحاجه طريت غير الحاجه ما تبقى ناشفه. دي حاجه. تاني حاجه ان احنا عايزين
الطيور بتاعتنا لما نربيها ما نكلفش نفسنا كتير. وبعدين في الشتاء ده انت بتصحي الصبح وانت مقفله المكان كده، بتلاقي الارضيه مسقعه او منديه، يعني تحسي ان كاني مبلوله او واقع عليها ميه. لا هي بتبقى من العرق بتاعها. بس يا جماعه بقى اللي ما اشتركش في القناه يشترك، واللي مستمر معانا كده ما ينسيناش ان شاء الله بالاشتراك واللايكات والحاجات الحلوه دي. انت بتلاقي المكان الفرشه بتاعتهم زي المنديه، عشان انت بتبقى زي ما انا مقفله المكان كده ومن فوق ومن تحت، ليه؟ ده مكان ببيتهم فيه. فانت اوعي تدخليهم على حاجه طريه. يعني انا طلعتهم بره عشان بقى انضف وفرشهم الارض واكلهم، يقعدوا بقى يبقوا داخلين كده رجليهم ما تبردش منهم. طيب ايه تاني الخطر على التربيه في الصيف في الشتاء؟ ما تحطيش ميه كتير. هتقولي لي ازاي عطشهم؟ لا انت مش هتعطشيهم. الميه كتير هم في الشتاء ما بيشربوش يا جماعه كتير. يعني في ناس تحط جراد الميه جراد زي ما بتحطي في الصيف، لا احنا بنزود في الصيف بس لان الجو حر، احنا نفسنا بنشرب ميه كتير في الصيف. هما لا، انت يعني عامليهم زي ما احنا بنعامل نفسينا، ما تحطيش ميه كتير. ليه؟ لان هيبلبط وهم مش هيشربوا كتير. يعني بصي انت تفكرك ان هما هيخلوا، لا هما يقعدوا يبلبطوا فيها فيبردوا، هما مش هيشربوا ميه كتير لان الجو مش مساعد، يعني مش هيساعدهم ان هما يشربوا كتير ميه. فده اللي كنت عايزه اقوله لكم. يعني في ناس تقول حطي كميات، لا نص الكميه اللي كنت بتحطيها في الصيف حطيها بقى في الشتاء. يعني الكميه اللي انت حابه تحطيها في الصيف انقسيها خليها نص. وما ننساش بقى نحط النعناع، نغلي النعناع بالليمون ونحط لهم نعناع. نغلي اللهم صل عليك يا نبي. نفرم البصل بقى والثوم والليمون ونحطه لهم بقشره. حطي كل حاجه بقشره. وبعدين الوصفه الثانيه اللي عايزه اقولها لكم، البرتقان ده لما تجيبي فيه برتقان بيبقى تعبان كده، تجيبي البرتقان وتضربيه في الخلاط وتحطي عليه نعناع وتحطي عليه ليمون وبصلايه واضربيها لهم كله بقشره وحطيها للطيور بتاعتك. شوفي النتيجه هيبقى شكلها ايه. انت بس شوفي النتيجه يبقى شكلها ايه وقولي لي. زائد بصوا في ناس بتغفل تقول لك لا احط قرنبيط. يا نهار اسكت، قرنبيط ايه يا جماعه؟ لا احط قرنبيط. القرنبيط في حديد بيقوي، في فيتامينات عاليه هيغذيهم، هيعوضك النقص حتى اللي انت بتحطي، يعني نقص العلف اللي انت مش بتحطيه، لا ده يعوضك بقى نقص العلف. الوصفات دي والحاجات دي يا جماعه من الحاجات المهمه جدا اللي احنا نحطها للطيور. اوعوا تغفلوا عن الحاجات دي، الحاجات دي مفيده مفيده. حطي القرنبيط، حطي كل الحاجات دي، بس اهم من ده كله النظافه بتاعه المكان كمان، مش عشان الطيور بس، النظافه عشاننا احنا، احنا برضو ما نتأذيش. لان خلي بالكو في عدوى بتيجي من الطيور للبني ادمين، فاحنا لما ننظف تحت طيورنا وننظف لهم المكان وكمان نقيهم من ان هم يجي لهم امراض، احنا كمان نحافظ على نفسنا. بصوا بتاكل القش البرتقانه ازاي؟ اهي تاخدها وتمشي بيها تاكلها. اوعوا تفكروا ان بص خلصوا الاكل ازاي. اسم الله. اهو ليه؟ لان الحاجات دي حاجات مفيده اكليها لطيورك. بس اهم حاجه اوعى ننسى نظافه المكان، لان اهم من التربيه وان انا هيطلع لي منها رزق ولا حاجه، لا الحفاظ على صحتي انا، الصحه اهم حاجه. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم وتشجعوني ان شاء الله رب العالمين. وبص طيوري انا بقى بقعد ابخها ازاي. اهم حاجه ان انت تبخي طيورك ببخاخه زي كده 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 كده. اوعي تدلقي من ازازه كده. لا لو انت مش عندك بخاخه جيبي ازازه زي دي وخرومي غطاها وادلقي منها. ليه؟ اقول لك ليه؟ لان انت لو دلقتي دلقي كده هتلاقي الحاجه عماله تتركن على، يعني هتلاقيها باشت منك مش هتبقى مظبوطه. فاتمنى ان انتوا تشجعوني ان شاء الله،
وربنا يا رب يجعل لنا يعني يسعد ايامنا وايامكم ويرزقنا جميعا ان شاء الله، ويديكم الف صحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.